منك ومن بلاويك. الله، دي حلوت قوي يا حبيبتي. حاسبكوا بقى انا تحلوا مشاكلكم العائليه دي مع بعض. وتاني مره يا نغه، لو شفتك عندي في الصاله هخرجك منها على نقاله، والشيك هيكون قدام النيابه بكره الصبح. سلام. استني يا حمديه، الحقيقه هاتي منها شيك هتسجني. ان شاء الله تشنقك حتى. هتسيبيني ادخل السجن ولا حتى هفكر اجيب لك محامي؟ انت فاكر انك ملكتني وهتساومني على الطلاق؟ ده بعيد عن شنبك. الطلاق هاخده بحكم محكمه اول ما سعادتك تشرف على البرج. ده انا اقتلك، ادخل فيك السجن بحق وحقيق. انا خلص خلص عليك. بقى يا نور، سفرك فيه مخاطرة كبيرة عليك يا سليم. ما تهوليش المسألة يا حبيبتي، مفيش حاجة رسمية تمنعني أرجع مصر في أي وقت، وبعدين ده ظرف فوق أي خطر أو خوف. أنت مش عاصم طمنك في التليفون وقال لك إنهم موكلين أكبر محامي جنائي في مصر؟ مفيش فايدة من النقاش دلوقتي، أنا هنزل أورلي آخد أول طيارة لمصر. خلاص خدني معاك. مفيش داعي يا حبيبتي، أنا مش ناوي أتأخر. مجرد ما أطمن عن الوقت وأتأكد من موقفي القانوني هرجع على طول. صدقني بابا، أنا ما قصدتش أموته. أنا كنت بحوشه عن ماما، كان بيطردها وبيقول لها أنا هخلص عليكي. مش معقول أشوف كل ده قدامي وأقف أتفرج. طبعاً يا عادل، أنت تصرفت تصرف أي رجل. أنا مطمئن يا حبيبي، إن شاء الله القضية هتنتهي بورقتك. أنا هفضل محبوس كده لغاية ما القضية تنتهي. في معارضة في الحبس هتنظر بعد بكرة، والمحامي بيقول إن في احتمال كبير أوي يطلع بكفالة لغاية ميعاد المحكمة. المحامي ده كويس؟ الدكتور لبيب عطا اكبر محامي جنائي في مصر، وقبل ما يتفرغ للمحاماه كان استاذ عندنا في الكليه. ايوه فعلا، مفيش اخوه. عادل قال انكم مواظبين على زيارته. ده شيء طبيعي يا بابا، يعني بقيتوا اخوات فعلا يا علي. غصب عننا، شيء في الدم يا باشا والله. احنا اتفاهمنا مع عادل في المعسكر الصيفي، واكتشفنا انه شاب كويس وراجل، يمكن محتاج يغير بعض الافكار الرجعيه اللي في دماغه. وال سكت ليه؟ كمل. لا يكمل ايه، ده كده كويس قوي. يلا بينا يا ناجي. استنى يا علي، مش انت برضو ناجي اللي صلطت اصحاب باباك على عادل؟ انا ما صلطتش حد، وعادل اتاكد بنفسه من النقطه دي وفهم اللي حصل وبقينا اصحاب. خلاص يا سمي، ما تزعلش نفسك قوي. على العموم انا يسعدني صداقتك بعادل، بس بشرط. والكلام ليك يا استاذ، مالكوش دعوة بدماغ عادل خالص، ما تلعبوش فيها. أنا عايزه زي ما هو كده رجعي. بس هو يخرج إن شاء الله بالسلامة. يلا يا ناجي. استنى يا ولد. الله، أنا بقالي شهور ما شفتكش، المفروض إنك تيجي تقعد معايا هنا لغاية ما أسافر. يا سلام، من عينيا يا باشا. أروح أبلغ ماما أنيسة وآخد الدكتور لبابا توفيق لأنه تعبان قوي. آه صحيح، فكرتني، أنا لازم أشوفه. بكرة بعد الظهر آخدك ونروح له سوا. أبلغه، ده هيفرح قوي. ما تتأخرش، أنا مستنيك. حاضر، يلا يا ناجي. يلا. معاه مفتاح؟ لا. ليه؟ انت نسيت ان احنا هنروح لنازج؟ علي المفتاح. مش عارف اعزيكي ولا اقولك مبروك يا نازج. انا مش حزينة عشان تعزيني يا سليم. امال لابسة اسود ليه؟ هو صحيح اسود مدندش، بس او اسود لحد ما يخرج عادل من السجن، ساعتها هعمل فرح بارتي كبيرة قوي، وحتكون انت اول المعزومين. ده لو كنت موجود لسه في مصر. والمرحوم كان كاتم على نفسك للدرجه دي؟ ما تشمتش قوي كده يا سليم، انا ما حصليش اي حاجه، بس اول عادل ما يخرج من محنته هتلاقيني زي ما كنت واكتر، نازج السلحدار. ما بتتغيريش يا نازج، مفيش ضربه بتاثر فيكي، حتى لو كانت ارتكاب ابنك لجريمة قتل ودخوله السجن بسببك. لو اتحكم على عادل هتكون انت المسؤول، لانك تخليت عن مسؤولية بيتك وابنك. اسمع اما اقولك يا نازك. يا جماعة، وانتوا كل ما تشوفوا بعض يحلى لكم خناق. انا ضغطت على سليم يا نازك عشان يجي وتتفاهم وتشوفوا هتقفوا جنب ابنكوا ازاي. سيبكوا بقى من حكايات زمان ومين السبب فيها، ابلعوا خلافاتكم ولو مؤقتا. بردوني يا هاني. ايه فوزي؟ في ايه؟ حصل ايه؟ ايه؟ اخته؟ ايوه. ودي جايه عايزه مني ايه دلوقتي؟ مين يا ناصر؟ اخت المرحوم اللي كانت عايشه في باريس. ايوه انا شفتها هناك فعلا.
معرفهاش كويس، بس بيقولوا انها بنت كويسه غير اخوها خالص. خلاص قبليها يا نازك، يمكن جايه تعزيكي. دخليها فوزيه. انا مضطر امشي عشان عايز اروح المصنع، بكلمك في التليفون يا نازك. هستنى تليفونك يا سليم. بونسوار. اهلا وسهلا. بونسوار نازك هاني. بونسوار، انا ساره اخت عفت. البنت قالت لي. اوكي اتفضل. ميرسي. تسمحي لي اشرح لك انا جاي؟ تسمحي لي انا اختصر الطريق واقول لك، اذا انت كنت جايه علشان تعزيني فميرسي قوي. أنا مش حزينة على أخوكي. ما خطرش في بالي عزيكي، لأن القاتل ما بيتعزاش في ضحيته. أنت وابنك قتلته عفت. أوكي؟ المسألة دلوقتي في إيد البوليس والقضية هتاخد مجراها، لكن التعويض. تعويض إيه يا شاطرة؟ التعويض اللي استحقه عن فقد أخويا الوحيد. طبعًا بالطريق القانوني، بس ده هياخد وقت. بس المبلغ هيكون كبير. المحامي بتاعي قال لي ممكن ناخد منك بتاع ربع مليون جنيه، بس انا بقى ما عنديش وقت، فممكن نتفاهم من غير ما حاجه. انا هقبل 50,000 جنيه، ايه رايك؟ شانس هايل. دلوقتي بس اتاكدت انكم اخوات. نفس البرود، نفس الشطاره في اسلوب النصب. عادي يا مدام، ردي بدون انفعال. ودين ارد على ايه يا بنت انتي؟ ده انت ظاهر حد ضحك عليكي وفهمك الموضوع غلط. اسمعي يا شاطره، انا ابني كان في حاله دفاع شرعي والمحكمه هتبرئه، وانت بقى كده كلك على بعضك مش هتستحقي مليم واحد تعويض. ده لو انا سكت، لو اتفهمنا سوا وخدت ال 50,000 جنيه ورجعت على باريس. لكن لو ما حصلش هصرف كل اللي حالتي عشان اثبت ان ابنك ما كانش في حاله دفاع شرعي وانه قتل اخويا متعمد، وفرصتي قد فرصة ابنك بالظبط. ما تنسيش ان شهادتك معاه مش هتنفع، وانا كمان هجيب شهود، وهتكون النتيجة ان ابنك هيترمي في السجن ويضيع مستقبل، وانا اقبض منك بحكم محكمة ربع مليون جنيه. فكري يا مدام، هتصل بيكي بعد بكرة تردي على باي. المصايب دي فوزية. امام اصر يخدمني طول مده وجودي هنا يا علي. عم امام طول عمره بيحبنا يا بابا. ده واجب يا سعاده الباشا. ولا واجب ولا حاجه يا امام، انت قاعد دلوقتي مستريح انت وكامل في الدكان اللي خدتوها من جد علي. ايه اللي يجبرك تيجي تقف الوقفه دي؟ قالها الباشمهندس علي يا سعاده الباشا، المحبه. لو سمحت رد بدالي. حاضر يا باشا. الدنيا لسه فيها خير يا علي. مش عم إمام بس يا بابا، في ناس كتيرة كده، شعب مصر كله كده. كان كده، لكن دلوقتي. نعم يا هاني. أيوه بتعشى. لازم. نازك هاني مع التليفون وعايز سعادتك ضروري يا باشا. لحظة واحدة. اتفضل يا بابا. ألو. أيوه نازك. مين؟ تعويض ايه؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ طيب انا هشوف الحكايه دي، هفوت عليكم بكره. وانت من اهله. شفت اخر الاخبار؟ اخت المرحوم طالبه تعويض 50,000 جنيه. اكيد مش هتنام الليله دي. انا ما بعملش كده عشان اسبب لها ارق يا متر، انت عارف هدفي كويس. واحدة واحدة وفهمي غرضي كويس قوي يا بنتي. احنا لازم ندخل الدخلة دي علشان نشككهم في موقفهم على بال ما ندبر امورنا. ده معناه ان موقفنا ضعيف حاليا، لغاية ما نوصل لشاهد يقلب القضية. شهود الرؤية كلهم مع الولد. هما مين؟ ام الولد وشغالة اسمها فوزية والجنايني والبواب اللي طلعوا بعد الخناق. يبقى ندور على اللي احنا عايزينه في وسطهم. الدكتور غاب يا ولاد، ايه الحكايه؟ بيكشف عليه دق يا مزاهر، ما تقلقيش. يا رب يا رب تلطف يا رب.
هذا اللي جالنا من شغل التجارة، نفس الراجل يضحك عليه لتاني مرة بأديه كلام يا ناس، ينصب عليه ويرميه في السجن، وبعدين يرجع يأمن له وياخده في حضنه ويدفيه عشان يلدعه تاني. يا رب عشان خاطري يا رب، عشان خاطري يا رب. ده ده وبعدين معاكم، ما تستهدوا بالله أمال، أبو زاهر بخير إن شاء الله. اتفضل يا دكتور. خير يا زاهر؟ خير إن شاء الله يا أبو زاهر. ماله يا دكتور؟ بابا عنده إيه دكتور؟ بطلوا الغدا كلكم، الدكتور قايل ينام ومحدش يزعجه. عموما ربنا يسلم، بس ضغطه عالي زيادة عن اللزوم. هاتوله الدواء ده وخلوه يرتاح، والأكل زي ما أنا كاتب بس من غير ملح نهائي، وإن شاء الله يبقى كويس. على إذنكم. متشكرين يا دكتور، مع السلامة. أوحى عملت فيك إيه؟ حذرتك وقلت لك بلاش الكف التالت، برضه صممت وقلت لي مقدرش أقف أحط إيدي جنبي وأنسى الكف الأولاني والتاني، على أمل ترد واحد، كل مرة تنضرب وتقع. مش لحظة يا أنيسة، ربنا ياخد بيده ويلطف بيه. أنت بتعيطي؟ أمال يابا، هي العشرة تهون برضه؟ ما تقوليش كلام يخوف. أنا بقول اللي جوايا يابا، الخوف مليني من ساسي لراسي. وإيه اللي جد بعد الدكتور ما ماشي؟ اللي جد جد من زمان يابا، توفيق ما خفش أبدا من يوم العملة اللي اتعملت فيه، من يوميها وهو بيموت حتى حتى. مين اللي بيتكلم؟ ألو؟ إيه يابا؟ في حد بيعاكس؟ واحد بيتهتف في التليفون. ألو؟ طب قولي كده. الو مين؟ ايه خبر؟ ايوه جدي. ايه ده؟ مالك يا جدي؟ بدوي؟ ها؟ في ايه يا عم؟ ابو توفيق. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله. عاجبكم كده يا غجر؟ اهو الفقي ختم والمعزه خلص والناس مروحه. يابا انت ما كانش لك نزول من اصله. والله انت اللي مالك عزه في الدنيا من اصله. انت ولا انت من بكره ترجع مثل الغانم. ده انت فرستني وجبتني العيا، ده هي توديك في داهيه، جاتك مصيبه. اه الله يسامحك يابا. يا كالح يا ابني الكالح، انت قاعد تبص تعمل ايه عشان تغيظني؟ وانت وهو اوعى يا اخويا. ايه فاتك يا باشا؟ ايه جاتك مصيبه بتسندوني على ايه؟ جاتكوا نيله ما تشيلوني احسن. غرمشوا
شكر الله سعيكم يا باشا. اتعكز علي. هتعكز على مين؟ جاتك نيله؟ ده العصايه اللي في ايدي فيها حيل عنك. لا اله الا الله. الله ينعل ابو الحكم الابو اللي يسمع كلامهم. الله يرحمك يا توفيق، هم اللي ودروك بدري. سعيكم مشكور، سعيكم مشكور. البقيه في حياتك. سعيكم مشكور، ذنبكم مغفور. الله يرحمك يا توفيق، قطع بينا كلنا. لا اله الا الله. شكر الله سعيك. سعيكم مشكور. البقيه في حياتك. البقيه في حياتك. سليم البدري. سعيكم مشكور يا عمر. ذنبكم مغفور يا سيدي. يا سلام، شوف تصاريف ربنا وحكمته. الطيب الذوق ابن الحلال يروح ويفضل الضلالي المفتري. على رأي المثل الداير عندنا في الناحية، ما يفضل على المداود غير شر البقر. يا راجل عيب، انت كنت من أيادي ربنا سبحانه وتعالى. في وشك، خمسة في وشك. لا إله إلا الله. أنا عارف إنك بتتمناها لي، لكن ربنا مش هينولها لك. أنا هفضل عايش لغاية ما أخد عزاك يا ابن البدري، وبكرة تشوف. إيه يا سيدنا بتعد إيه؟ بتعمل إيه؟ عايز أخلص. عايز أخلص إيه؟ مين اللي قال كده؟ الله! إيه، سنة ولا فرض ولا قانون جديد عملته الحكومة؟ لا، اطلع يا سيدي، اطلع وإقرأ، أنا عايز أسمع ربع، وبعدين المقاولة بتاعتك هديك قدها مرتين، بس اشرع يلا، اشرع اشرع. سمعنا يا سيدي. قول من أول سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، اتفضل. قال لي انا بقيت كويس يا انيسه، وطلب مني اعمل له شوربه عدس. قلت له من عيني. ضحك وقال لي لا، من ايديك. قلت له مسافه ما تنام لك شويه وتصحى هتلاقي الشوربه جاهزه، وعملتها وقلت اطل عليه. لكن كان خلاص. سبحان الله ولا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا مش قادر أقول الكلام عزف توفيق يا أنيسة، مش قادر أعزف حتة مني. توفيق كان ضميري اللي خالفته كتير واتصالحت معاها قليل. كان اخويا اللي واخد انضف ما فينا احنا الاثنين. كان اغنى مني ويملك اللي عمري ما قدرت اشتريه بالفلوس. سلام. سلام. خليك مع خدك علي، انا عاوزك تحكي لك. مش هتقوم تستريح يا أنا مستريحة يا علي، طول ما أنت جنبي. خلاص ما بقاليش غيرك يا علي. ده أنا اللي ماليش غيرك يا ماما. ربنا ما يحرمكوش من بعض، ولا يفرقش حد فيكوا عن التاني. حكمته الشبان يروحوا الواحد ورا التاني، وانت يا بدوي تفضل قاعد كده مالكش لازم. ياه، كل ده يا نازك؟ كان مالك؟ كنت متخدرة ولا متنومة؟ ولد صايع زي ده يجر منك 15,000 جنيه في كام شهر؟ ادخلي يا فوزية. بردوني يا ست هاني، غصب عني قعدت اقول له ان حضرتك نايمه، صمم ان اندهلك. هو مين ده؟ نزلت من عند انيسه، لقيت ما عنديش ادنى رغبه ان اروح.
حسيت زي ما اكون عيل صغير تايه عن اهله، عايز حد من هناك من الدنيا القديمه، ليله من ليالي الحلميه بتاعت زمان. فكرت اروح لزينهم السماحي او حتى سليمان غانم، لكن ما لقيتش اي خط يربطني بيهم. قلت اروح لرؤية، لكن للاسف موت توفيق صدمها. من ساعتها نايمه في اوضتها وقافله على نفسها بالمفتاح. واخيرا ما لقيتش غيري. بالعكس يا نازك، انت اول واحده فكرت فيها، بس كنت باجلك، قلت خليكي للاخر، لو ما لقيتش حد غيرها اروح لها وخلاص. ميرسي قوي يا سليم. افهميني صح يا نازك، انا اللي خلاني اتردد اجي ان حسيت اني ضعيف. من زمان ما حسيتش بالضعف زي الليله دي. خفت ابقى بين ايديكي وانا في الحاله دي. ليه؟ هعمل فيك ايه يا سليم؟ يا نازك، مفيش حد في الدنيا فاهمك قدي. انتي ما تصدقي تحسي في اللي قدامك بلحظه ضعف. ما بترحميش. ياه، ده انا كده بقى ولا امنا الغوله؟ ما تخليش الكلام يجر لنا لخناقه، انا ما عنديش استعداد اتخانق. انا جاي لك ضعيف وعايز انسان ضعيف زيي. طول عمري ضعيفه قدامك يا سليم. اوكي، انا موافق. احنا الاثنين ضعفة الليله دي. اتعشيت؟ ولا افتكرت حد. انا كمان ما كانش عندي نفس اتعشى. فوزية؟ افندم سنين. صح الطباخ يوضب احسن عشا بسرعه، تطلع لنا ترابيزه في التراس، يتحط عليها الشمعدان الكريستال وفازه الورد السفر. يمسكي الفريجيدير قال هو فيه احلى ولا اطعم من ميه القلال. ايه مالك؟ مالك يا بنتي يا صغيره، انت تعبانه ولا ايه؟ بسم الله، ما تقعدوا تاكلوا معايا عشان تفتحوا نفسي. مش ممكن هنشاركك في الجريمه دي. هو الاكل بقى جريمه؟ حق بطلوا ده واسمعوا ده. اوامر الدكتور انك تاكل مسلوق ومن غير ملح خالص، وانت عايز تتعشى رز بالسمنه البلدي وبطايه وطاجن بطاطس في الفرن؟ لا طبعا. ها؟ سلمي لي على الدكتور بتاعك. ارنب مسلوق ده ايه؟ ده الارنب مسلوق ده بده ياكل ارنب علشان يخيف. الارنب قال ده اللي لو سمعت كلام الدكتور بتاعك هفضل هفتن لغايه ما اعمل طول ميت من الجوع. امال لو ما كنتش راجع من العزا زعلان ومغموم ومعيط على ابن البدري. جرايه يا وليه؟ ايه دخل دي بدي؟ سماني طبعي كده. انا لما اتغلف نفسي وازعل بقى قوي كده نفسي تتفتح على الاكل، وبعدين مش عايز غاغه، يا تقعدوا تاكلوا معايا يا تغلوا تروحوا اولادكم. انت حر، يلا بينا يا زهره. لا يا عمتي مش ممكن، انا همنعه ولو بالقوه. حاجه اقل يا بنتي يا زهره، خلينا نفكر ده. اوعى، هجيب لك ارنب مسلوق. مسلوق ايه؟ وشربة ايه؟ سيبني ناكل وانبسط. الله، كفاياكي دلع ومقاسه يا زهره. ايه زاهر، في ايه؟ ابوكي مصمم ياكل، نصحناه وما قبلش نصيحه. هتمنعيه من الاكل بالزور ولا ناقص تكتفيه؟ انت يزعلك ان انا امنع بابا ياذي نفسه؟ انا اللي زعلني الدلع المرق. الا مالكش حق يا زاهر، البنية وقلبها على ابوهي. استنى 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 يا وصيفة، انا فاهم ابن الرفض ده. ايوه يا اخويا، ايوه. انت محب على قلبك ان انا اكل والغ في الاكل واكل ممنوعات وسموم لاجل ما اموت وتورثني. انا يابا؟ طب والله اخلص يا ولا واسكت خالص، وبالعند فيك بقى. وصيفة، شيلي كل الاكل ده، مش هاكل حاجه منه. زهرة، هاتيلي شوربة الخضار والأرنب المسلوع الرفيع ده. من سنين طويلة ما أكلتش بالشهية دي. يا حرام مسكين، سدت نفسك. يا مين دي؟ أنت قصدك على برهان؟ ما بتطبخش حتى. السؤال هو، أنت واخد تاكل مع مين؟ الحقيقة مع نينا الله يرحمها. شوفي كم سنة فاتت،
ادي توفيق كمان. تعرف يا نازك، احنا دنيتنا ما انتهتش لما مساولة يوليا قامت. دنيتنا انتهت النهارده لما توفيق البدر مات. لا 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 يا سليم ما تبالغش. صحيح انا عارفه انت كنت بتحب توفيق قد ايه، انا كمان ما كرهتوش، بالعكس كنت دايما بحترمه، لكن انا هو وانت هو لسه عايشين، دنيتنا مستمره وما انتهتش لمجرد ان واحد من العيله مات. توفيق مش مجرد واحد من العيله يا نور، توفيق كان الجسر اللي بيوصل بيننا وبين الناس التانيه في الحلميه. هو ما فيش في الدنيا غير الحلميه. الحلميه مش مكان، الحلميه حاله. والله انت اللي حاله الليله. انا عارف، حاسس ان دم تقيل، بقول كلام فارغ مش كده؟ تيجي نغير الموضوع. سليم، تيجي ننسى يا سليم. ننسى؟ ايوه، كأن الزمن اللي فرقنا ما كانش، نقص السنين دي من شريط عمرنا ونوصله من آخر مرة كنا فيها مع بعض للحظة دي. مش قلتلك يا نازك، اللي يضعف قدامك لحظة الله يرحمه. أنا مش بستغل ضعفك يا سليم، بتكلم بإخلاص مش عشاني، عشان عادل. من ساعة ما حصلت الحادثة دي وتقبض على عادل وأنا بفكر طول الوقت، ووصلت لنتيجة واحدة، افتراءنا هو اللي جانا على ابننا. دلوقتي وعادل في المحنة دي، الحاجة الوحيدة اللي هتساعده على احتمالها هو انه يشوف امه وابوه مع بعض وجنب بعض. في دي ممكن يكون عندك حق. يعني خلاص يا سليم؟ خلاص ايه يا نظر؟ انا جاي من باريس مخصوص عشان كده. هنفضل جنب بعض لغايه ما عادل يعدي الازمه دي. حل مؤقت. مين عارف؟ بلاش ننط حواجز يا نازك، خلينا نمشي بالراحه لغايه ما نشوف هنوصل لغايه فين. شاي معلمي المظبوط. دوش قروه. ما عملتهاش من زمان دي يا معلم. ايه دي يا زعتر؟ حكايه انك تفطر بره البيت. اه انت بالك، اصل ست ام قمر خدت بعضها وراحت لبيت المرحوم توفيق البدري، واجب برضه تقعد مع ست انيسه في الظروف اللي زي دي. واجب. وقمر خدت بعضها وراحت للبيت فاتن، بنت زكريا، متوحدين يروحوا المدرسه سوا، قمت لقيت نفسي لوحدي. الله، طب ما جبتش الاستاذ ناجي يفطر معاك ليه؟ ما هو خرج معايا برضه، بس راح جلسه المحكمه عشان القضيه بتاعت عادل البدري. السلام عليكم. الشهر ده برضه ولا انا عينيا غشوشه ولا ايه؟ لا هو يا معلم، دي تاني مرة يجي يسأل عليك فيه. اهلا اهلا يا دكتور. اهلا فلان. ازيك يا عم؟ تعالى اقعد افطر معايا، تعالى اقعد. انا والشيخ الحمد لله فطرت. كده؟ طب جر الكرسي، تعالى اشرب شاي. شاي يا زعتر اللي طلع. عينيا. شاي فريسكا مخصوص يا فاروق. راجل يا معلم. انا قلت لازم اعدي على حضرتك قبل ما اروح الورشة. اهلا وسهلا. ازي الحقيقة؟ الحمد لله. عامل ايه في الشغل؟ وعامل معاك ايه يا عاصم الصلاح دور؟ الحمد لله يا عم، الأستاذ عاصم ده راجل عظيم. والشغلانة ذاتها كويسة، اللي داخل لي منها مقضيين الحمد لله. الحمد لله. وعلى فكرة أنا امبارح قبضت، وده أول قسط من المبلغ اللي لزمته. اتفضل يا عمي مع الشكر. قسط إيه يا ابني؟ قسط إيه وفلوس إيه دي؟ الفلوس اللي جابتها لي أمي من حضرتك لما رحت خدت الأوضة اللي أنا قاعد فيها دلوقتي بعد ما خلصت عشان أتجوز. واحتجت إن أنا أفرشها يعني، و هي أمي ما قالتش لحضرتك ولا إيه؟ لا يا ابني، مفيش حد جاب لي سيرة الموضوع ده خالص. غريب، أمي ادتهم لي من معاها وقالت لي إن عمك زينهم عشان أنا متأسف يا معلم. عموما اتفضل حضرتك المبلغ ده دلوقتي
حط على المكتب وخد بعضك بالسلامة انت. هرجع انا اشوفك. طيب بالسلامة، مع سلامة الله. السلام عليكم. الشاي الفريسكي. رجع الشاي يا فاروق وروح شوف شغلك. خير يا معلم. هيجي منين الخير يا زعتر؟ والخيانة جاية لي من جوه بيتي. سماسم العدل عمالة تغرف من جيبي وتدي المحروس ابنها. المحروس ابنها اللي طلع لي في البخت. بس روق يا معلم، روق. روق ايه؟ ابعد عن سكتك تراخر. بالهداوة يا معلم، بالهداوة. وقررنا الإفراج عن المتهم عادل سليم البدري بعد دفع غرامة مالية قدرها 500 جنيه. أنا هروح أدفع الكفالة ونمشي سوا على طول يا عادل. مش بالسهولة دي يا سليم باشا، أنت روح أدفع الأول والإجراءات الباقية هتاخد طريقة، وبكرة إن شاء الله هيطلع. يعني إيه؟ حبات كمان ليلة في السجن؟ بذمتك أنت مش خدت عليه؟ أهو أنت دلوقتي بس بقيت راجل. مش بيقولوا السجن للجدعان؟ يلا يا أستاذ. اوعى تفرح قوي، الافراج ده مؤقت والكفاله القضيه لسه. اوعدك بالحد الاقصى في العقوبه. ايه ده؟ مين دي يا بابا؟ انت عايز ايه بالظبط يا ناس يا ساره؟ بكره تعرف يا باشا. مين دي يا بابا؟ اخته. ايوه، تصوري جايه من باريس مخصوص عشان تدور على طار اخوها؟ سعوديه من باريس بقى. انت بتضحكي؟ انت اصلك ما شفتيش شكلها وهي بتهدده؟ كفايه انت شفته. بقول لك ايه، الحبه اللي احنا قاعدينهم مع بعض هنقعد نتكلم فيهم عن مادموزيل ولا مدام ساره دي، لعلمك انا سايبه محاضره مهمه جدا عشان خاطرك. طب ما انا مهمه برضه. مش قوي يعني. تيجي نجرب؟ نجرب ايه؟ يعني ما نشوفش بعض كده لمده، تيجي نخليها صعبه لمده يومين. على فكرة دمك مش خفيف. متشكر. بس على قلبي زي العسل. رديتي لي روحي؟ بقول لك ايه، نتكلم جد بقى، بلاش هزار. انا هو اللي فات ده كان هزار؟ لا حقيقي. قولي طنط انيسة اخبارها ايه؟ طنط انيسة؟ طنط انيسة قلقاني قوي يا زهرة. طول السنين اللي فاتت دي وانا عارف هي والمرحومة دي كانوا مرتبطين ببعض، حتى لما حصل الزوبعة اياها وجوز الست التانية وطلقوا، رغم كل شيء شايف هي قد ايه بتحبه ومتعلقة بيه، لكن انا معرفتش المشاعر الحقيقية الا دلوقتي لما مات. تهيألي هي نفسها اتفاجئت بحجم القوة اللي كان بيربطهم ببعض، عشان كده مش قادرة تستحمل الضرب. معذورة برضو يا علي، الحكاية لسه في أولها ومش هتقدر تفوق من الصدمة بالسرعة دي. أنا اللي قلقني يا زهرة إحساس مرعب، حاسس إنها بتتمنى تحصله. لا، كله اللي جه، أنا قريت في مادة علم نفس إن اللاشعور ممكن يدي أمر للإنسان بالتوقف عن الحياة، والجسم ينفذ الأمر ده فعلا. طب والعمل يا زهرة؟ أنت يا علي. أنا؟ أيوة أنت، لازم تحسسها انك محتاج لها وانك هتضيع من غيرها، ده الامل الوحيد اللي هيخليها تعيش علشان. الواجب واجب. واجب ايه بس يا ماما؟ انت السكر عليه عندك ولازم ترتاحي. ما اكلمها يا جدي. اكلمها اقول لها ايه يا علي؟ ما انت عارف امك انيسه دماغها انشف من الحجر الصوان. يا جماعه المساله مش دماغي الناشفه، ما انت كنت موجود يابا وشفت بنفسك زينهم عمل ايه في سماسم. ده مخونها ومتهمها انها بتسرق وتدي لابنها. وهي دي جديده؟ واحد واتخانق مع مراته، مشي هو ونزلت هي حصلته، زمانهم اتصالحوا. لازم اتاكد ان ده اللي حصل. المسكينه كانت عندي هنا بتخدمني، طبخت لي ونظفت لي الشقه، لما طب عليها بزعبيبه يعني لازم اروح. خلاص يا ماما اتفضل، انا جاي معاكي. انا فاكر انها لسه عندكم. ابدا، دي نزلت بعديك مفيش يجي خمس دقايق. مش ممكن، راحت فين دي؟ يا حبيبتي يا ماما استني بس يا قمر. مادام كانت زعلانه يبقى خافت تيجي على هنا تكمل معاها خناقه. يا عمي هات لي سماسم يا زينو، مش كل شويه تزعلها وتبهدلها. عيب يا قمر مش وقته. المهم دلوقتي نشوف هي راحت فين. انا خارجه اروح لبابا اقول له ينزل يدور عليها. خديني معاك. ما تستني يا بنت انت وهي، ما تبهدلوش دماغي. يا عيله صغيره هننزل ندور عليها في الشوارع. امال هنعمل ايه يا معالي؟ هو ما فيش غير مكانين ممكن تروح فيهم. ما لقوهاش عند ابنها ولا في بيت طاقه. وهلوسه زكريا الله يكرمه راح يشوفها عند حمديه. ايه الكلام الفارغ ده؟ ده عيب.
هو راجل زينهم ده هيفضل مستقوي على الست الغلبانه دي لحد امتى؟ لا 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 لا، واجب حد برضه يوقف له ويفرمله. على كل حال انا مش هتقطع من هنا، اني اعيد له لغايه ما يجي. يا ريت والله يا باشا، ده حتى المره دي الست مظلومه بجد. قرشين فضل الله شايلهم في البوسطه للزمن، ابنها احتاجهم عشان يلاقي مدوى، ادتهم وعشان تحببه في المعلم قالت له ان هو اللي مديهم لها. يقوم يبهدلها قدام الناس وفي بيوتهم ويتهمها انها حراميه وانها مش امينه عليه وعلى ماله. ايه الكلام الفارغ ده؟ ده راجل غلطان، وبعدين ده حرام. مش بس حرام، ده منكر. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وهذا اضعف الايمان. واحنا ولله الحمد ايماننا شديد وقوي جدا، وهنغير بايدينا باذن الله. يابا انت مالك بس ومال مشاكل الخل؟ انت بتدور الاول على مالك اللي سفه النصاب اللي اسمه بسه. يا سلام يا اخويا على نصحتك. لكو انت فاكرني هسكت له ولا ايه؟ فاكرني قاعد ساكت كده؟ لا لا يا ولا، داني بفنن له بسه دي. البسه لو انت فاكرك مني الضغط عيني شويه في نافوخي انني ضعفت ولا استسلمت، لا داني الباشا. لا الباشا ولا البه يابا، أنا اللي حروب عنك المرة دي. وبصراحة ربنا بقى أنا ما جيتش من ميت الغنم عشان أطل عليك في مرضك، لا أنا جيت عشان أرسى منك على الموال كله وبعدين أتصرف. إيه يا بقف أنت؟ هو أنا خسعت ولا خسعت؟ ثم أنت تغور تمشي ترجع البلد مالكش صلاح بحاجة. أنت قاعد لي هنا ليه؟ في زيارة من قدامي. روح يا أخو على ميت الغنم، راعي مصالحك ومصالح أمك. ما تقوم يالا عيد ليه؟ يابا مش كده. لا هو كده. ويمين بالله لو رجعت البيت ولقيتك لاكون سطحك وجلدك بالزخمه. ايه؟ عايزني اروح في عز الليل يابا؟ ايوه طلعت في دماغي بقى، وقالي سليمان وانت عارفني. انا مروح. بس انا بقى ليا تصريف تاني مع العلم اللي صيداك وكل شويه تضحك عليك وتاكلك البلوزه. بلوزه في نافوخك ونافوخ اهلك. جاتك مصيبه، جاتك سخونيه في جدتك. انا عارف جه منين البقف دي، اهو محسوب عليا راجل وخلاص. وفين جوز الخال اللي كانوا هنا؟ انت ولا محروز ولا امليجي؟ ايه يا اسطى لقيتها؟ ابدا يا زعتر، ما هيش عند حمديه. يمكن نكره نفسها ولا؟ لا انا اتاكدت، ده حتى حمديه قلقت عليها ونزلت الرجاله يدوروا هم كمان. وبلغت الحاج؟ قابلته بره قلت له. انا السبب. لا يا طاهر انت مالكش ذنب. فاهم قصدك يا ناجي، عايز تقول ان انا السبب. يا جماعه مش مهم دلوقتي مين السبب، المهم نطمن على الست الاول. خلاص مفيش غير خطوه واحده، اخد طاهر ونلف على الاقسام والمستشفيات. ماشي وانا جاي معاك. يلا. وانا اللي هفضل لوحدك؟ استنى انت، هو انا اللي ضيعتها وانا اللي هلاقيها. رجلي على رجلك. تعالى ورايا. خلاص يا ناجي روح انت البيت، خليك جنب بنت عمك احسن، انا سايبينها في حاله وحشه قوي. لا مؤاخذه يا ابني. خير يا ست؟ مدي قهوه معلم دينو متسامحني. ايوه هي، بس هو مش موجود دلوقتي. اصل قال له يسال على بيت توفيق البدر. وانت عايزه ايه من توفيق البدر؟ لو امانة عندي عاوزه اوصلها لك. لا تنسوا الاشتراك في قناه شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.